شخص هذا قد يقوم بالمرأة حاجة إلى قراءة القرآن كأن تخشى النسيان، أو تكون معلمة تعلم الطالبات، أو تكون طالبة وجاء وقت الاختبار وهي معذورة شرعا، فهل من توجيه آخر شخص هذا؟ جزاكم الله خير. نعم، عند الحاجة الملحة أو الضرورة لا بأس للحائض أن تقرأ القرآن، إلا أنها لا تمس المصحف مباشرة. تقرأ القرآن إما عن ظهر قلب، وإما أن تقرأ من المصحف من وراء حائل إذا كانت مضطرة إلى ذلك، أو محتاجة إليه حاجة شديدة كخشية النسيان أو كونها وقت الامتحان، فهذا عذر شرعي. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء.